معتصمين بالإعلام ندعم قدوم كلنا متمسكين احنا الثوريين صور شارك انشر علق انت تمثلنا انت هنانا واحنا هناك منو يوقفنا لا ما يخوفنا قلب وروح وعقل وياك لا ما تروح بعيد كلها فترة تعدي تروح نرجع من جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد قناة الرافدين حتى نسمع آراءكم، نسمع تعليقاتكم، نسمع اللي تحبون تقولوه على الوضع بالعراق واللي يخص الشعب العراقي واللي يخص مقدرات هذا الشعب المظلوم من 17 سنة. أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، أي شخص يحب يتصل بينا يتصل على ذني الأرقام. أيضا عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم أنوه للسادة مشاهدين، هذا الرقم فقط للرسائل، ما أقدر أستقبل أي اتصال، ما أقدر أستلم أي مكالمة على رقم الواتساب، لا حد يزعل من عندنا ولا حد يقول ليش ما تجاوبوني. القضية اليوم 17 سنة والشعب العراقي بضيم. لو نرجع 17 سنة لورا بداية الاحتلال، اجى الاحتلال وجاب لنا مجموعة من الناس وياه، قعدهم بمجلس الحكم الانتقالي، قادهم بولو بريمر، حلوا الجيش العراقي، حلوا القوات الأمنية، حلوا هواية مؤسسات. اجونا ناس ما نعرفهم، ما سامعين بهم، ما شايفيهم بحياتنا. اجوي بحجة الديمقراطية، بحجة التحرير، بحجة أنه أن يكون الشعب العراقي مرتاح وميسور الحال، بحجة أنه أكون قطاع للتيار الكهربائي ويردون يعطون تيار كهربائي مستمر للشعب العراقي لأنه بلد غني وبنفط، شلون الشعب العراقي تنقطع بالكهرباء؟ بهواية حجج. لكن خلال 17 سنة، العراق قبل 17 سنة هواية أحسن من العراق اليوم. ليش؟ كانت عندنا زراعة، هسه ما عندنا زراعة. كان العراق مكتفي ذاتيا من المحاصيل الزراعية اللي كان هو يزرعها، بل كان يصدر تمور وغيرها وغيرها وكثير من المحاصيل الزراعية اللي كان يصدرها العراق إلى الخارج، بالإضافة إلى الصناعة. كانت عندنا معامل تشتغل، معمل أدوية سامراء، معمل جلود، معامل كثيرة بالعراق كانت هواية تشتغل ومشغلة ناس ويصدرون أيضا للخارج. فإذا كان العراق قبل 2003 معتمد بالإيرادات مالته كميزانية الدولة، واللي هي تعتبر ربع أو عشر ميزانيات حكومات ما بعد الاحتلال ما بعد عام 2003، يعتمد على صناعة وزراعة وسياحة أيضا كانت موجودة وأيضا النفط، وكان يعطي تعويضات لما يسمى بمتضرري الكويت بعد ما انحكم العراق بإعطاء تعويضات لمتضرري الكويت. أما بعد 2003 لا صناعة موجودة، لا زراعة موجودة، لا سياحة موجودة، كل شيء ما موجود، معتمد العراق فقط على النفط. أصبحت حكومة ريعية، أصبحت حكومة ريعية لكن ميزانيتها انفجارية. لو نحسب الأمر خلال 17 سنة شنو اللي بنوه، راح نجي نسبة البناء بالنسبة إلى العراقيين صفر. الأمر اللي خلاهم يطلعون بثورة اسمها ثورة تشرين، هم ما طلعوا الناس ذولا اللي تشوفوهم، ما طلعوا يعني طالبين فلوس لو طالبين مناصب، هم طلعوا لأنهم طالبين بحقوقهم. أول اتصال ويانا أحمد من بغداد. أم أحمد من بغداد، حياك الله أم أحمد. أم أحمد تسمعيني؟ انقطع الاتصال يا أم أحمد، أتمنى يا أم أحمد ترجعين تتصلين بينا. اليوم هيئة علماء المسلمين بالذكرى 17 للغزو الأمريكي الغاشم على العراق، أكدت ببيان أنه البلاد ما زالت تعيش بحالة من الفشل الكبير في جميع مفاصله، وقالت بالبيان أنه الغزو الأمريكي جلب كل الشرور أو جلب الشرور للعراق،
وفرض نظام سياسي ضد إرادة الشعب، وحملت هيئة علماء المسلمين الاحتلال مسؤولية ما يجري في البلاد، واعتبرت الهيئة أن الصراع السياسي ونظام المحاصصة من أبرز آثار الغزو، أيضا فضلا عن انهيار القطاع الصحي وأمام فيروس كورونا نتيجة إهمال حكومات الاحتلال لهذا القطاع وفتح الحدود مع إيران التي تفشى فيها الفيروس. ودعت الهيئة العراقيين إلى الاعتماد على أنفسهم بالوقاية من الوباء، وشددت على ضرورة تحقيق مطالب المتظاهرين وإسقاط العملية السياسية بعد الفشل الكبير الذي لحق بها واحتدام الصراع السياسي والاستخفاف بأرواح العراقيين وهدر دمائهم وانتهاك حقوقهم على يد أقطاب العملية السياسية. أم أحمد رجعت لنا، حياك الله أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك والفريق قناة الراشدين البطنية، تحية لجمهور البطن وكواكب الثورة وإنجازاتها. شفت كل الأخبار تنقلها بموضوعية، والبرامج السياسية والاقتصادية والدينية باقية، طرح الموضوع لكل ما يحدث. اليوم الموضوع اللي قدموه رجع لنا آلام وأحزان. إحنا الوطنية العراقيين اللي نحس بوطننا انسلب من عندنا. وهذا الغاب الطاهر بدنا نسوي أباحه للمحتل من قبل الخونة والعملاء. نعم. الذين ادعوا أنهم جاءوا محررين العراق من الدكتاتورية والظلم. سؤال، كيف حال العراق الآن وماذا قدموا له؟ أحجاوب، لم يقدموا خيرا للشعب، بل أثبتوا صحة نظرية النظام السابق بأن هذه الأحزاب التي كان يحاربها سوف تدمر العراق وشعبه، والشعب عرف وفهم ذلك من خلال ما جلبوا من دمار وعراق الدماء وتهجير طائفية ومستوى اقتصادي صحي تعليم اجتماعي تربوي خدمك تحت الصفر. لكن اليوم انتفض الشعب ولن يسفل على هذا الجور والظلم، فعلينا جميعا أن نساند هذه الثورة العراقية الأصيلة، ندعمها بكل ما نستطيع ليعود العراق العزيز الشامخ ونحرر وطننا ونطهر أرضه من الفساد والفاسدين. نعم. ونطردهم منهم شر الغربة. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم. نعم. الله ينصر الثورة وينصر شعب العراق الشرفاء والمخلصين. لا. الذين تدمر قلوبهم اليوم على هذه الذكرى. نعم. طبعا هذه شيعية جعفرية. والنعم منك. اللي نسمعنا نتحدث بهذا المنطق يقولون لكم انتم يقولون بعثيين او سنيين، يقولون قناتكم طائفية. لا ما طائفية، والدليل انه راح نحكي بقسم منطقهم. أنه هي قناة سنية، لكن بعضنا نشارك ونواثب ونتابع. أم أحمد، متى انحصرت الوطنية بطائفة؟ وهو هذا صحيح، ما كنا نحكي بهذا الكلام إحنا قبل، ما عندنا هذه المفردات وهذا التعابير بمجتمعنا. بس يقول مع الأسف العراق العظيم صار بالدولة، والله العظيم حتى من نسمى بيكر ينطق رئيس وزراء رئيس جمهورية وزير، ما تقعد لهم هاي الكلمات، ما تقعد ما تنطبق عليهم عصابة، وراح نطردهم إن شاء الله ويرجعون. من وين يرجعون؟ لا إيران تستقبلهم بعدهم، ويروحون البزنس في التاريخ مثل ما كانوا يقولون قبلهم، ولا يصح إلا الصحيح. مع السلامة يعني، والله يعينكم ويوفقكم. شكرا 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 لك أم أحمد. أبو الحسن من عاصمة الرشيد، حياك الله يا أبو الحسن. الله يبارك فيك ويحميكم ان شاء الله، يبارك بعمرك يا رب، يكفي كل شر العراق ان شاء الله، ما يوصل اي شر ان شاء الله. نعم. امين. العزيز المحترم الطيب الاخوان المتظاهرين، يعني اللهم ينطيهم الصحه والعافيه ويبارك لهم، وهذه هي الثوره هي الدفاع عن مطالبهم، عن حقهم، عن الشيء المختصف منهم. اجونا ناس لا ذم ولا ضمير بياخذون حقوق الشعب العراقي اللي هو مختصب، اللي هو يعني انسان يطالب حقه لاجل نشاط البلد، ونشاط قوى البلد كان من اعلى الدول بالعالم، صار من الوطن بالعالم هسه.
البلد كان من الثقافة العالية، من الدكاترة، من المهندسين، من الأطباء اللي يختصون بالأمور اللي هي بيولوجية، من الطيارين، من كل شيء، من التدريبات كلها بالعراق. حاليا احنا يعني هالامور كلها ما موجوده عندنا. زين، يعني اكو امور هوايه يعني جدا هي تقدر تنشط في العراق بدون ما تلجا الى الدعم الدولي او الامور الاخرى اللي نحتاجها والقربة من البنك الدولي. هذه ما نحتاجها احنا عراقيين، نحتاج انسان قائد يقودنا عنده عقل ويخلي هالمصانع اللي هي عارفه تشتغل، ويخلي هالناس الشباب الحلوه، هالبنات الحلوات المرتبين، هالثقافه الحلوه، الاصول الحلوه، تتثقف وتبني هالمصانع الحلوه. شغله بسيطه رجعوا كم معمل، يعني بامور بسيطه جدا. زين، هذا الفان ابو غريب تاجروها الى شركه تركيه تشيلون عملها. الاصل الاستثمار ما يصير الى اي معمل الا يكون هو فاشل، يلا يستثمرون ناس غيرهم. زين، هو معمل ابو البان هو ده يشتغل، رجيت اطلقوا شركه تركيه. ليش المصانع الحلوه اللي مستعمل ملابس او القوط اللي بالنجف او مصنع الديوانين او مصنع السيارات اللي كان موجود، المعامل الفوسفات، معامل الورق اللي موجوده، معامل السكر، معامل مصانع منشآت العامه لصناعه السيارات، كلها موجوده بالعراق، وين صارت؟ دوله بس ملتهم بالبول. جابوني هسه ينتخبوني رئيس وزراء اللي ما يفهم، اللي 7 سنوات محافظ، ولا اكو محافظ 7 سنوات. اكو محافظ شنو بيت هو مأجر وانت قاعد فيه؟ يصير هالعمل هذا؟ يعني هذا اخي ما يصير. لازم واحد يحس باحساس البلد، يحس بمعاني الناس، والحصص التموينيه اللي هي كانت 14 حصه 15 حصه، الناس كان ما عندها تدفع، من عندها تبيعها وتاخذ تدفع ايجارات. زين، هذه نقاط، وفي نقاط اخرى يعني اللي هي الحصص مدينه طولها تستكفي الناس للاكل للشرب ما تكفيهم. زين، يعني وبعد اكو امور اخرى ايضا كلش يعني صعبه واحد ينطقها. يعني وصل مرحله الفساد بالبلد، فساد اخلاقي، فساد مادي، فساد بالدوائر كلها، الامور يعني مو نظاميه صارت السرقه. ليش؟ زين، يعني هاي الامور احنا لازم نعيدها. هل هاي فكره؟ زين، هاي اربيل المحافظه اللي عندنا بالعراق قالوا على حتى ابسط شغله انت ما حطوا نقاش عليها، او اليوم ما اعرف حتى نفسيتنا تعبت. من يسمح للمستاجرين شنو ذنبهم؟ لا ايجار، لا محلات الفتحه، لا شغل عندهم، والحياه هي الموت انتظرنا. زين، انتم المستاجرين يخافون واحد يقول له والله انا ايجار المحل من عندك طلع لي اياه. اقول يعني اخي اريد ان الناس يكون واسع مفتوح، خلي العالم تفتح عيونها للناس الباقيه الفقيره. تفتح الدنيا الصاغيه يصير ضد الحكومه الفاشله. هذا كله فشل فشل فشل، ما بي ذروه، حتى ما بي اخلاق. يعني شنو حاطينه؟ رئيس جمهوريه ما يلحق ولا يربط، على اي اساس انت ترجع الكرسي؟ جيبوا فلان، خلي فلان وزير، جيبوا فلان، ما في شيء. رئيس وزراء يصير انسان محافظ كان ولا عايش برفحه كان؟ يعني ما في شيء. يعني هو تاريخ لازم نثبته احنا، مو نجي نثبت انا ورئيس الوزراء هذا يحكم البلد حتى لو كان شهر. هذا الشهر ما تعلم ايش راح يصير. لازم يكون من جانب المواطن العراقي اللي هو بطل، المواطن العراقي الشريف، المواطن العراقي الاصيل. من جانب هذول الناس اللي هم تعبانين نحطهم يقولون ناس يعني هم فاشلين، يقولوا ناس قياديين كانوا اساسا. انا مو قاعد احكي انه انا يعني امور بدي احرض فيها، لا ليس تحريض هذا. بس القائد لازم يكون قائد وله كلمته. مو زي القائد هو ما عنده مفهوميه يقود الناس اللي هم ثقافه وناس قياديين، ناس اساسيين، هم عندهم كل الثقه بنفسهم. شكرا لك ابو الحسن. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. السلام عليك. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك استاذ، كيف حالك؟ الف الحمد لله، انت شلونك؟ الله يحفظك. تحيه لك وتحيه للشعب العراقي وتحيه لكادر الغذاء وتحيه للشعب بثورته. تمر استاذ، تمر علينا ذكرى ماساويه على كل عربي. احتلال العراق الشقيق، احتلال العراق الشقيق 17 من 2003،
تم احتلال العراق وتغيير وحل جيش والبعث الجيش القاذفية، ولكن الامل بالله سبحانه ثم بالشعب العراقي، واسقاط هذه الشرذمه اصبح قريب بوجود هذا الشعب، شعب الحضاره. وتحيه لك. حياك الله. ام عبد الله من بغداد، حياك الله ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحية لحضرتك والى قناتكم الشريفه والى كل عراقي شريف. حياك الله. الله يسلمك يا رب يحفظك. استاذ، يعني احنا اللي بيتكلمون مواطنين يعني يتصورون انه هاي الحكومه يتوقعون من عندها خير، يعني صار لهم 17 سنه، يعني شنو اللي سووه؟ يعني يوميه رئيس الجمهوريه صالح برهان هو ابن امريكا، ويوميه انه يختار واحد يجيب لنا اياه ويعلنون عن انجازات المخزيه، اما سارق واما كان ملجون واما كان هارب من السجن، وهاي تصرفاتهم، هاي الشخصيات اللي جتنا، الشله اللي جابتها امريكا. استاذ عندنا يعني احنا يعني حتى برهان صالح انه دائما يتعمدون السياسيين في خط الدستور، ليش؟ لانه دائما يخلون العراق في حلقه مفرقه يدور بيها، حتى لان السنين ده تمشي والايام ده تمشي والشعب ده يكافح والشعب يعني وصلنا الى حاله يرثى لها، يعني حتى المرجعيه اللي هسه صارت بالظروف اللي بنعيشها احنا، خاصه هاي الفيضانات في الموصل او عدم وجود خدمات او وجود هذا الامراض الكورونا، فما طلع واحد، يعني والله العظيم يعني ماكو واحد طلع صريح وقال من المرجعيه يا شعب العراقي احنا وياكم، احنا نقدمكم خدمات، احنا نسوي لكم مستشفيات، احنا نسوي لكم خدمات طبيه، اللي يعاني من اي مرض نقدم له خدمه، نعطي رواتب. كل الدول العربيه والدول العالميه انهم طلعت رؤسائها طلعوا على القنوات والقوا خطب يقدمون بها خدمات لشعوبهم، يعني مستشفيات مجانيه، خدمات صحيه مجانيه، رواتب تمشي. احنا يهددونا بالرواتب، والله رواتب التقاعديه ما ننطقهم اياها قد تتاخر، لانه احنا عندنا ظروف كورونا وظروف البلد اللي بنعيشه. الظروف من جابها؟ الظروف انتوا اللي خلقتوها، انتوا امريكا وايران، انتوا اللي دمرتوا الشعب واللي دمرتوا العراقيين كلهم، انتوا اللي خليتوا المحافظات الغربيه دمرتوها والمحافظات الجنوبيه دمرتوها. ام عبد الله، احنا ليش نعتب على امريكا وايران؟ امريكا وايران يعني واحد يكون صريح ويقول لا أعتب عليهم، لقت فرصة سانحة لها واستغلتها، واستغلت هالشعب وخيرات هالبلد هذا، لكن العتب على من؟ على اللي سمح الأمريكا وإيران أنه تستغل هذا البلد وباعت للبلد من هاي الحكومات من 2003 لليوم، وكل سياسي صار من 2003 لليوم هو اللي باع البلد. هو العزب نحشي يا أستاذ، هو هي هاي السلة اللي جابتها أمريكا، إنه كلهم جنسيات، إذا جنسية وجنسيتين أجنبية، هو هذا اللي عنده جنسيات أجنبية رح يحكم بلد؟ ليش ما يحكمنا واحد من بلدنا؟ زين وين الشخصيات؟ زين بالإضافة إلى هذا الجيش وين مالتنا اللي كان جيش رابع جيش في الدول العالم؟ ترى إحنا لا نتوقع رح يصير تغيير أستاذ، ولا يصير تبديل، ما طول هاي الشلة موجودة وما طول أمريكا موجودة وإيران موجودة، والجيش مالتنا كله تبدل، اما قتل واما انهزم خارج البلد، واما الشخصيات الشريفه ثابته وقاعده ويوميه يقتلون واحد من عندهم، لهذا اصبح الجيش تحت سيطره الحشد، والحشد هو اللي مستولي والاحزاب السياسيه مستولين على كل مفارق الحياه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. هسه يقومون انه واحد يجي ويتبرع يعطي اكل للفقراء، هاي وصلنا احنا، هاي الاردن اللي ما فيها لا نفط ولا غاز، يطلع رئيسه ويقول لهم انا على حسابي وعلى حساب الدوله انه اقدم خدمات صحيه ورواتب، هذا الدول الاجنبيه حتى اردوغان يقول انه تستمر الرواتب تستمر الخدمات، واحنا تحت التصرف الشعوب كلها، هذا يعني حتى
المواقع الإضاحية أستاذ قدمت خدمات إلى شعبها في إيطاليا. نعم. طيب. طيب. وإحنا مرجعية دينية لا بيها نفع ولا دفع، فراح ينقذ الشعب ضحية. شكرا شكرا لك أم عبد الله. أبو ياسين من بغداد حياك الله. حياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله أخوي. طبعا أنا حزين على هاي الذكرى، الذكرى السوداء في نظر الناس الوطنيين، ذكرى سوداء. وفي في نظر الناس العملاء هذا تحرير العراق وسواه مناسبة طبعا في نظر. وأريد أنا أريد أقارن بين قبل أو هسه، أنتوا شنو اللي سويتوه من 17 سنة؟ من تقولون قبل هذاك دكتاتور، قبل كان العراق أمان طيرتوا للأمان، قبل كان العراق زراعة هسه ماكو زراعة، قبل كانت صناعة هسه ماكو صناعة، قبل كانت لحمة وحدة العراق، لحمة وحدة من شماله إلى جنوبه، واللحمة الوحدة عابرة إلى كل العرب طبعا. أنتوا طيرتوها وقسمتوا العالم، أنتوا شنو اللي سويتوه؟ النقطة الثانية أريد أقول لكم، إذا تريدون تكشفون لا تكشفون بالقاط والرباط، الكشخة الأساسية هي الروح الوطنية. هاي الروح الوطنية لو تكون ملابسك رديئة وعندك روح وطنية وتبني وتزرع على بلدك، هي هاي الكشخة الأساسية. أنا في ضعف في ذاك النظام، أنا كنت عريف، جندي عريف. نعم. وأنا باعتقادي هذا البلد أقوده وأضبطه، بس عيب على شواربكم تقولون إحنا عراقيين. التولد إيران، التولد أمريكا، شنو اللي سويتوه؟ استحوا يومية، هذا شلون الشطرنج؟ هذا محافظ جايبينه خلوه رئيس الشتمة، وجايبين عيب عليكم. أخي أنت شوف وجوههم، أكو واحد بهم في نقطة ما روح وطنية؟ التقيت هؤلاء وقبل ذاك النظام، هذاك هذاك حتى الروح الوطنية يعني ممتلئة بكل وجوههم، الله منطيهم رحمة بوجوههم، لأن ظلم ظلم خشنة. عيب عليكم، استحوا لابسين قوطو كلكم جناسي، كل من جنسية أو جنسيتين أو ثلاثة، لو بريطاني لو إيراني، عيب عليكم والله. أنتوا عار، أنتوا عار، والتاريخ لاعنكم إن شاء الله. وأنا أذكرك حافظي عليكم. شكرا 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 لك أبو ياسين. من محافظة صلاح الدين دفاع، حياك الله يا دفاع. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك سؤال؟ هلا بيك استاذ. سؤال. نعم. زين هسه من قطع الطريق هاي مال مرض كورونا، واللي عنده مريض من هنا يعني يريد يوديه مثلا المستشفى شلون؟ والله هذا السؤال، هذا السؤال استاذ دفاع يعني اوجهه من لسانك الى الساده المشاهدين، اوجهه ايضا للمسؤولين بالحكومه العراقيه، المفروض هم يجاوبوك عليه، لانه جواب مو عندنا احنا كقناه، المفروض هي كاداره للبلد او كحكومه محليه في محافظه صلاح الدين او حكومه مركزيه بالعاصمه بغداد من سوت حظر تجوال، المفروض انه عندها خطه انه في شخص مريض او عوف مرض كورونا، مرض كورونا اليوم جديد، افرض اي حاله، امرأة عندها حالة ولادة، رجل كبير في السن وأصيب بجلطة أو أصيب بذبحة صدرية أو أي مرض من حالات المرض، الله يبعد المرض عن كل العراق والعراقيين وأمة محمد يا رب العالمين. لكن المفروض عندهم خطة. في هذا السؤال أوجهه مباشرة إلى السادة المشاهدين وإلى المسؤولين حتى يجاوبوك عنه. شكرا 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 لك أخي العزيز. يا هلا بي. نرجع إلى العراق. العراق لما نقارن اليوم، احنا اليوم ذكرى 17 مثل ما قال الاخ ابو ياسين، يقول هي مو ذكرى، هي مأساة، يقول انا حزين الى هذه الذكرى. لما نجي نقارن الحال، زراعة، صناعة، تربية، مدارس، ثروة حيوانية، ثروة سمكية، موارد مائية، طاقة كهربائية، حصة تموينية، الثروة البشرية وتعامل الحكومة مع الثروة البشرية، الصحة والقطاع الصحي، الاستثمار، الاعمار، البنية التحتية، لما نخلي هاي كلها في كفة ميزان اليوم ونقارنها قبل، المدارس هي نفس المدارس اللي بنت من السبعينات، البنية التحتية وشبكة المجاري هي نفسها، الصحة ماكو أي مستشفى بنت من 2003 إلى اليوم، الاستثمار ما موجود أي استثمار، أكو استثمارات وهمية، أكو مشاريع وأكو تراخيص وأكو استثمار أجنبي، لكن هل هو استثمار حقيقي؟ لا.
الطاقة الكهربائية انصرفت مليارات الدولارات على الطاقة الكهربائية، وما زال الشعب العراقي يعاني من شحة في الطاقة الكهربائية، ويعاني أنه أكو قطاع بالتيار الكهربائي. الحصة التموينية إذا تقارنها قبل الاحتلال وهسه فرق كبير جدا. الثروة الحيوانية والثروة السمكية ماكو أي اهتمام لهذا الجانب. الثروة البشرية، استخدام الكوادر التعليمية، الكوادر البشرية، الكوادر الصحية، التعامل الحكومي مع المحامين ومع الفنانين ومع الأساتذة ومع الصحفيين ومع كل شخص وكل مهنة من مهن البلد، من أصغر مهنة ومن أقل مهنة بالعراق إلى أكبر مهنة، شلون يتعاملون الأحزاب وياهم؟ هاي ثروة بشرية. ثروة بشرية لما أنت تعامل أستاذ والطالب أيضا اللي راح يصير أستاذ باكر عقبه، واليوم أنت موجود على كرسي الحكم، باكر راح تموت ويجي غيرك إذا ما طيروك. منو؟ ثورة تشرين. سعد من الكويت، من الكويت حياك الله. ترى ما أريد أحكي وأشارك، الله يخليك حبيب قلبي، تعال الهواء. أريد أعرف، الله يخليك وبشرنا عن الإعلامية مشتاقة التي أصابها ضرر، لعلها بخير. أرجو الإجابة بوضوح يا أستاذي. كذلك يا أستاذي، حجز الحرية معتقل محتجز لا يجوز قانونا وأخلاقيا وإنسانيا، وكذلك الأذى البليغ. كذلك يا أستاذي أيضا يجب مراعاة حقوق المزارعين والفلاحين والعمال يا أستاذي، وإعطائهم فرصة وحقوقهم القانونية. كذلك يا أستاذي كما ذكرت، إحنا تعدينا من كورونا من كثرة الفيروسات وتكاثرها وخطورتها على صحة الإنسان والمجتمع. أبعد الله عنا كورونا. تحياتي لك وللقناة أستاذي. حياك الله، حياك الله أخي العزيز. ذاك اليوم قرأت باراجراف صغير عن اللي يصير بالعراق، يقول فقط بالعراق رئيس بريطاني يكلف رئيس وزراء أمريكي حتى يخلف رئيس وزراء فرنسي بموافقة أمريكية إيرانية، أما العراقي ما له دور بكل هاي العملية. أبو برزان من الموصل حياك الله. أبو برزان، أبو برزان تسمعني؟ انقطع الاتصال أبو برزان، أتمنى ترجع أو تتصل بينا مرة أخرى. أبو عمر من محافظة السليمانية حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله أستاذ أفضل بالنسبة اختيار هذا الشخص، صراحة هو حرامي، هو ما يكون هو حرامي. نعم. لا يريد يصير شريب ولا بس السياسة تلعب دور. أمريكا أرنو شو يسمونه دونالد ترامب عنده خطط خاصة على بي. أنا قلت يعني من قبل 4 سنوات ذاكرة على تلفزيونكم وحضورك إنه هذا جاي حالة يمين عليهم. قال بالدعاية الانتخابية من وعد ما خلف بوعده من أجل الحكم نفذ وعوده. الرجل قام بتنفيذ وعوده. وآخر شيء ما قام بقتله وقاسم كيولي هذا عشان يسمعوا هذا العربنشي أبو مهدي العربنشي وغيره وغيره. هذول قتلهم. أبو عمر يعني أنت تقول نفذ وعوده، يعني نفذ وعوده لسواد وجوه العراقيين أو سواد عيون العراقيين؟ هو اللي سوى للعراقيين كتل سليماني، لأنه كانت عند سليماني مخططات لضرب المصالح الأمريكية بالعراق كتله. زين ليش ما قلم يد الميليشيات الإيرانية؟ ليش ما وقف إيران حدها؟ ليش ما ضرب إيران ضربت ما ضربت وكتلة ما كتلت؟ ليش لليوم اللي دين ضربون والصواريخ اللي تنضرب بس على العراق؟ ليش ما شفنا صاروخ واحد بإيران ولا صاروخ واحد بأمريكا؟ لا استاذ افضل احكي لك اياها صراحه. نعم. انت بالنسبه للعراقيين ومصالحهم هو ما يهتم لهالمسائل، هاي مسائل ثانويه تعتبر. اذا ما عنده وعود هو حتى احنا نفرح بيها اذا ما يهتم لمصالحنا. هم اللي دمرونا وهم اللي اذونا، وتالي يجي هسه يقول لك انا راح اقلم ايد ايران. ما هو اللي انطاها لهم العمسام. هو وعود الدول الخليج لمصالح في دول الخليج استاذ، مو انه نعم احنا ما عندنا كل مصالح وياهم لحد الان. نعم. فهو جاي عشان يسمع مثل ما يقول كلمة مسعور ويهدو، يريدون يسووا حديث، يريدون يسووا مسعور ويهدو على ذولا بقية الكلاب عشان يسمع. فما هذا يعني لا تهتم، هذا ما راح يجيب الذيب من ذيله ولا هم يحزنون. نعم. الا بموافقة امريكا. نعم.
قالت ما يقدر يسوي كل شيء، ما بينا كل حل، احنا الحل ما عندنا واحنا ما عندنا كل حول وقوه، الحول والقوه بالله سبحانه وتعالى. نعم. احنا ننتظر الصبر من الله سبحانه، شوف نتائج ايش تصير. احنا ما نقدر نقرر هسه انه من خلال مظاهرات راح تنتصر، راح تفشل، راح ما ادري ايش يصير منا ومنا، او يجينا بطل قومي، الكلاوات هاي انتهت بعد ما بقى، هاي مال بطل قومي ووطني ولا هاي المسائل، هاي ما بقت بعد. نعم. مو عيب انت الان اذا تخلي ايدك بيد امريكا، اكو قواعد امريكيه 130 دوله اجنبيه. ما في عيب. هاي اليابان العظيمه، المانيا، دول كثيره عديده، بولندا، غير ذي قواعد. قال خليج كلها قواعد امريكيه. يعني شنو اذا بقت قاعده امريكيه بالعراق؟ احنا نعرف نخلص نفسنا، ايش وقت نخلص من دوله؟ احنا ارادنا السياسي محنك. يجينا عراقي صحيح بالحموله زين يعرف شلون يتفق ويا الاداره الامريكيه يسيطر على الوضع بالعراق ينهي الحاله الايرانيه هذه التعبانه السالفه غير الكفر والزندقه والامراض والاوبئه والسرقات طيب والقتل طيب ماكو غير شيء واشكرك شكرا شكرا لك ابو عمر. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل بس بفاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. الفيديو اللي طلع بعد الفاصل لأهالي محافظة ذيقار تحديدا بمدينة الناصرية بساحة حبوبي، وكان الهتاف اللي رددوه الرئيسي لهذه التظاهرة نرجع نحييها ياهو لقلكم بردت، يقصدون بها ثورة تشرين. عندنا اتصال نافع من أمريكا، حياك الله يا نافع. مساء الخير. مساء الأنوار. أنا حقيقة ممنون. يا سيدي مريت في عادل عبد المهدي ما دبرها، اجى محمد توفيق وما دبرها، هذا الرجل عدنان الزرفي ما راح يقدر يدبرها نهائيا. الحل الوحيد الان المطروح على المتظاهرين الذهاب الى النجف والطلب من السيد السيستاني لالغاء الجهاد الكفائي والغاء الميليشيات، هذا هو الحل الوحيد. نعم. أخرى قد يطرق لها وجود تشكيل حكومة طوارئ تدار من قبل رئيس الجمهورية، وأول خطوة يأخذها هو طرد السفير الإيراني وطرد السفير السعودي قبل ما يبدأ بحل الحكومة العراقية. وشكرا. نعم شكرا لك. أبو محمد بن السماوة حياك الله. السلام عليكم، شلونك سعد أفهم؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك. اليوم تمر علينا الذكرى 17، الذكرى المشؤومة لاحتلال العراق من قبل الأمريكان. نعم.
الامريكان طبعا ما سووا شيء للعراق من اللي احتلوه غير انه سلموه لايران وسلموه للميليشيات الطائفيه. هم ابو محمد اذا تسمع لي نجحوا في شغله واحده بس، تدمير البلد. طبعا اكيد اكيد. احنا اليوم ما شفنا دول اللي امثال مقتدى وقيس الخزعلي شو ما طلعوا بيان واستذكروا وقالوا يا بالبلد ترى احتلوه، مثل هيك يوم بال 2003 مثلا طلعوا بيان ونددوا به ويدعون انفسهم فصائل المقاومه ويضربون التاجك شويه ويضربون المنطقه الخضراء او الغبراء. يعني هم صنعتهم امريكا وكانوا على راس الطاعمه، وبعدين من تعارضت مصالح الايرانيه ويا الامريكان هم صاروا هسه بحضان ايران. شوف شلون لعبه حقيره، شلون لعبه قذره. يعني ما انا ما شايف هيك ناس منافقين. يعني انت ربيبه ايران ما عرفناك ربيبه امريكا. زين انتم هسه جاي تتعاركون على مود منصب رئاسه الوزراء الشيعة يتعاركون بيناتهم. نعم. وعدنان الزرفي ربيبة أمريكا وذاك ربيبة إيران وما يردونه. وزين أنتم ذاك اليوم دولة القانون على خلاف ويا الفتح على محمد توفيق علاو. أشو اليوم مجتمعين وهسه هم توهم اجتمعوا ببيت عمار الحكيم قبل شوية. وما تعرف ما تعرف عن شنو اللي يردونه. وش ضامنين للبلد؟ زين احنا هسه هاي الظروف الصعبه اللي نمر بيها، ولا كانه البلد متعرض للوباء والبلد به هواي امور ومشاكل. التظاهرات ضربوها عرض الحائط ولا بحال المتظاهرين ولا مهتمين، ولا كانه ما همهم اي شيء. وانا اتصور واعتقد انه بالايام القادمه الايام يعني تحمل اخبار سيئه. شوف انا وشوف الامور مو صالح العراق ولا ابدا صالح الشعب، وهم في حاله خلاف واختتال فيما بينهم. اعتقد انا اتصور انه يقتتلون فيما بيناتهم اذا يكون على هذا الوضع. ونتمنى انه يصير شيء بيناتهم والله يخلص من عندهم. نعم والله يعني اريد الخلاص من هاي الطغم الباقي هاي اللي اجتنا من الخارج اللي هي أسوأ من كورونا. وباءهم أسوأ من وباء كورونا، وهم اللي جابونا الامراض والاوبئة، وهم اللي دمرونا، وهم اللي خلوا هاي المآسي بالشعب العراقي. واشكركم عني. شكرا 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 لك اخي العزيز. ابو عمر من السليمانيه يقول مو عيب نحط ايدينا بايد امريكا وقارن بين المانيا واليابان وبعض الدول المتحضره اللي بيها حكومات تخاف على البلد. اكو فرق ما بين واحد يحط ايده بايد شخص او بايده بايد دوله لاستخدام شيء او يعني مصلحه البلد، واكو فرق ما بين واحد يحط ايده بايد واحد محتله ويقول له تعال ريحني. أولاً اللي إحنا دا نعيشه اليوم هو سبب أمريكا. إحنا ما نقعد نفصل بين بوش وأوباما ودونالد ترامب وكل واحد يقول هذا قال هيك وهذا قال هيك. لا بوش اختلف عن أبوه، ولا أبوه اختلف عن رونالد ريغان اللي كان قبله، ولا عن كلينتون، ولا أوباما اختلف عنهم، ولا دونالد ترامب. لكن مصلحة أمريكا بالمنطقة اختلفت بين واحد وواحد. سياسة العمسام أو ما يرمز إلى الإدارة الأمريكية بالعمسام ما اختلفت بمناطقنا. فسياسة العمسام اللي دمرت هذا البلد ما راح تجي اليوم حتى تبني هذا البلد. ممكن تريد تحتله من جديد لأنه شافت البساط راح من نديها لما نتعين محمد الحلبوسي وبرهم صالح وعادل عبد المهدي وإيران قالت احنا سجلنا ثلاث قوالي، خلينا نخلي هاي بعيوننا. أتحول إلى برنامج واتساب. عندي رسالة تقول تحية طيبة لك أخي أفل ولقناة الرافدين. في مثل هذا اليوم كان نهاية العراق. لعن الله أمريكا وبوش الأب المجرم وبوش الأرعن الصغير الذي أتى لنا بطغمة فاسدة وعميلة دمرت العراق. تحياتي أخوكم جلاب مروح أبو حمزة من ذيقار قضاء الفود.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولجميع العاملين في قناة الرافدين. يا أخوان، نطالب بالمعتقلين قبل ما ينتشر بهم الوباء، والله أكثرهم مظلومين. إذا هم يحكمون بالحق خلي حاكمون القتلة بالمتظاهرين، هم شي يفرقون عن داعش؟ هم يذبحون وشامرين ولد الخايبة بالسجون. الله على الظالم. أخذكم من تكريت. الصمود أيها الشباب، فالصمود يصنع النصر ليعود عراق عراق الأمة وشعبه العظيم. السلام عليكم، زهراء من العمارة. قبل 2003 كان الزراعة صناعة وكل شيء متوفر، وبعد سنة 2003 كل شيء دمر وكل شيء صار بإيد إيران. إيران هي اللي تتحكم بالعراق، بس إن شاء الله بعد هاي الثورة اللي صارت كل شيء راح يرجع مثل ما كان، وإن شاء الله بزود الأبطال ودم الشباب الحلوة اللي استشهدت ما راح يروح هدر. شكرا لكم، ولو طولت بالرسالة لا أختي العزيزة على وقتك. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم ولمن يستحق التحية من العراقيين والثوار والثورة المجيدة. اسمح لي أقول هاي القاع بها سباع معاش اللي تدناها يا عراق. بوجودك كنا سيوف بحدودك أيها الشعب العراقي الكريم. اليوم يوم المحنة وتعلمنا من الآباء والأجداد الرجال. اليوم المحن واليوم العراق والشعب الأبي يمر بصعاب وبأصعب المحن، وجاء دوركم يا رجال العراق للوقوف ضد هذه المحن. يوم لا ينفع الحسرة والندامة، والنصر لائح بالأفق بعد الاتكال على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلعنا على بطر، طلعنا على الفساد والشمال يردون دولة، وأخواننا الأكراد يشكون الويلات، وأهل الموصل غرق. كل هذا من جراء فساد الحكومة. نفسي أعرف هم شنو اللي كاسبين من إيران، يسرقون بلادهم ويطون الإيران. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. نشكر قناتكم المجاهدة وكل كادركم. أم هيثم من الأردن. رسالة أخرى يقول: عدد موظفي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 17,000 موظف من كل الجنسيات يعملون بتطوير علوم الفضاء والتكنولوجيا والاتصالات، بينما عدد موظفي الوقف السني 19,000 والوقف الشيعي 10,000. لا أعلم ما هي فائدتهم وما هي إنجازاتهم، فالشعب يعرف كيف يؤدي صلاته ويعرف أين تقع مراقد أهل البيت وبقية المراقد. ألا يكفي سرقة واستنزاف لأموال هذا الشعب المسكين؟ باسم الدين أبو أوس من تركيا. أستاذ أفل، كل ما حكم العراق من 2003 ولهاليوم جاء بكل أشكال الظلم والتفرقة بين الناس وكل أنواع سرقة مقدرات البلد لمصالحهم الشخصية. هؤلاء عاثوا في البلد فسادا تحت شعار الديمقراطية الكاذبة والشعارات المزيفة، والكل يعلم أن مستوى الأمن والتعليم والصحة وغيرها في أسوأ حال. اللهم ارحم أبناء الشعب المظلوم من هذه الزمرة المجرمة. تحياتي أنا أخوكم ندى من الدنمارك. حياك الله أختي. رسالة أخرى: اللهم احفظ العراق وأهل العراق وكل من حب العراق يمشي زي مثل دمي، أنا بنت الناصرية. حياك الله. السلام عليكم، وياك أحمد من كربلاء. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناء العراق والمسلمين من هذا الوباء. تحياتي لكم. أحمد فخري من الدنمارك، أحييك وأحيي الجمهور الكريم. بما يخص الشخصيات اللي تترشح لرئاسة الوزراء ولرئاسة الجمهورية، لماذا لا نأخذ السيد خوسيه موخيكا الذي كان رئيسا للجمهورية في الأوروغواي كمثالا يقتدى به؟ لماذا لا يتطوع هؤلاء الذين يدعون أنهم سياسيون بأن يتنازلوا عن مرتباتهم لصالح الشعب؟ وقتها سنعرف أن هذا المرشح يهدف لأن يخدم الشعب ولا ينهبه. لذلك أنا أقترح أن يكون أحد الشروط للترشح هو التنازل عن المرتب الخيالي الذي يتقاضاه أصحاب الرئاسات الثلاث، وبدلا عن ذلك تصرف لهم رواتب موظفين عاديين بالدولة. وتقبلوا مني جزيل الشكر والامتنان. حياك الله. السلام عليكم أخ أفل، بالنسبة لرئيس الوزراء لا عدنان الزرفي ولا ألف غيره يقدرون يفيدون العراق، دول معوزين بعدهم يأكلون بالعراق ويطلعون هو وغيره كل واحد عليه شهر موديل جديد. هذا على سالفة علاوي سوى درب الأخيك خويا، ترى كلهم نفس الشيء، أيسنا منهم أم وطن من النجف. تحية طيبة، لا دولة إلا بطرد الأحساب الفاسدة، سنة شيعة أكراد. أستاذ، الحل سيأتي بحل أمريكي وعن قريب. يعني شنو ذنب العوائل اللي غرقت بيوتهم أمس في محافظة نينوى؟ راحت أموالهم وغراضهم. تحياتي لكم، أني فهد من الموصل، أريد حل والله تعبنا. متى تشكيل الحكومة ولماذا الأحزاب السياسية لا يملون من السرقة؟ ورسالة أخيرة، السلام عليكم، وياك أخوك الصغير أحمد فارس، والنعم منك وعلى الرأس وأخويا الكبير. أتمنى أنه اللي يلزمون على الحظر، ونشكر قناتكم الجميلة. بالنسبة إلى العراق اليوم،
هذا فيما يخص رسائل الواتساب، الحمد لله قدرت ألحق أقرأها كلها. العراق اليوم بعد 2003 أهم منجزاته أنه بغداد أسوأ مدينة بالعالم للعيش. التربية والدراسة بالعراق خرجت من مواصفات الأمم المتحدة كدولة ومن مقاييس التربية والتعليم في العالم. الصناعة صفر، الزراعة صفر، البطالة حدث ولا حرج، نسبة الطلاق حدث ولا حرج، الخطف، القتل، التعذيب، الميليشيات، السلاح المنفلت، تاج الراس اللي صاروا ألف تاج راس بالعراق في وقت أنه ما يحتاج العراقي أن يكون إلى تاج راس، في وقت لو كانت هناك أكو حكومة تفتهم تقول له هذا العراقي هو تاج راسك، لأنه لا مقتدى ولا قيس الخزعلي ولا الأحزاب ولا نور المالكي ولا هادي العامري يسوون فلس بدون الشعب العراقي. اليوم تمر علينا مأساة وذكرى مأساة اللي هي ذكرى الاحتلال العراقي قبل 17 سنة، لكن اليوم أكو ثورة بالعراق اسمها ثورة تشرين. هل راح تمحي كل شيء وتبني العراق بأسطر من دم وبصفحة جديدة تكتب من ذهب؟ الجواب يمكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة ببرنامج صوتكم، باكر إلى اللقاء.